ولمناقشة وضع الميليشيات في العراق ينضم إلينا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الدكتور فالح الخطاب. مرحبا بكم دكتور. مرحبا. وينضم إلينا أيضا من أثينا الدبلوماسي والأكاديمي العراقي السيد فاروق الراوي معنا عبر سكايب مباشرة. مرحبا بك سيد فاروق معنا. أهلا وسهلا بك وبضيفك الكريم وبمشاهدي قناة الرافدين. أهلا بكم دكتور فالح. نبدأ، طهران تقول أن العراق بات نقطة انطلاق قوة عسكرية ضمن القوى الإيرانية في المنطقة، قصدت بالعراق الميليشيات حصرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نوايا إيران في العراق ليست جديدة، والكلام هذا ليس جديد، إنما هو تأكيد وتأكيد رسمي تقريبا يأتي في يعني في حالة انتشاء إيرانية، حالة غرور أو حالة انتفاخ. العراق دائما كان مستهدف من قبل إيران، وفي الحقيقة أثناء الحرب العراقية الإيرانية كان لو نجحت إيران في اختراق العراق منذ ذلك الوقت لكان الوضع كما نراه اليوم، لكن تأخر هذا فترة طويلة جدا، ولم تكن إيران لتنجح في العراق لولا الاحتلال الأمريكي الذي مكن لها. المهم، إيران نعم تقصد ميليشياتها في العراق التي تمكنت وتغولت ويعني وصلت إلى مرحلة من القوة، بحيث أنه الآن يقولون تعبير غير دقيق، يقولون دولة داخل دولة، وفي الحقيقة دولة داخل شبه دولة، لا توجد دولة في العراق، إنما الدولة الحقيقية هي دولة الميليشيات، وإيران تسرح وتمرح وتعبث وجعلت من العراق القاعدة الأمامية المتقدمة. نعلم جيدا، كل الناس يعلمون أنه مشروع الولايات المتحدة، مشروع الغرب في التمكين لإيران بدأ من العراق، كل ما نراه الآن هو تداعيات، وإيران تدرك هذا. اليوم وصلنا إلى هذه المرحلة التي يمكن أن نقول معها أنه من يمتلك العراق، من يسيطر على العراق، يستطيع أن يفعل الأفاعيل في المنطقة. وهذا يدفعنا للسؤال التالي للسيد فاروق. سيد فاروق، السؤال الذي يطرح نفسه بقوة وخاصة مع هذه المعطيات في الساحة العراقية هو كيف وصلت هذه الميليشيات إلى هذا الحد من النفوذ ومن القوة ومن السيطرة، بحيث أنها تنافس قوة الحكومة ولا تستجيب لأوامر الحكومة التي جرت مؤخرا بضم بعض هذه الميليشيات إلى قوات الشرطة والجيش؟ ضيفك الكريم أشار إلى أنه لولا الاحتلال الأمريكي لما كان هناك نفوذ إيراني ولا كانت هناك ميليشيات. إذن هذه الميليشيات بدعم، نعم دعم إيراني، ولكن بغطاء جوي أمريكي، وبغض النظر عن دعم عن التغلغل الإيراني في المنطقة، تمكين الأحزاب التابعة إلى إيران من استلام السلطة. كلنا نعرف أن منظمة بدر منذ الأيام الأولى، منذ عام 2004 بدأت تستحوذ على الكثير من الأماكن والكثير من المعسكرات وتمتلك الأسلحة. وبعد منظمة بدر ما يسمى بجيش الصدر أو قوات الصدر، وبنفس الوقت تشكلت الميليشيات الأخرى واحدة بعد الأخرى أيام الاحتلال الأمريكي وأيام التواجد القوات الأمريكية وتحت مرأى ومسمع الولايات المتحدة الأمريكية. إذن الولايات المتحدة الأمريكية هي دعمت وإيران دعمت، وهي اللي ساهمت في خلق هذه الميليشيات، أنا باعتقادي هكذا. طيب دكتور فالح، أنت قلتم في معرض كلامكم أن إيران ربما هي تعيش حالة غرور وانتشاء، على الرغم من ربما تكون هناك عقوبات أمريكية، وأيضا هناك عدم تواصل مع خاصة مع دول الخليج، وهناك أيضا حرب كلامية ما بين الطرفين، ولكن هناك أسباب أدت بإيران أن تختزل العراق بمصطلح الميليشيات كما ذكرتم، ولكن من يتحمل المسؤولية في اختزال العراق من خلال ميليشيات؟ هل الاحتلال الأمريكي كما ذكرتم أنه لولا الاحتلال لما عبثت إيران بالعراق، أم الحكومات المتعاقبة كانت السبب في اختزال العراق بالميليشيات؟ يعني إذا كنا واقعيين وإذا تكلمنا بواقعية وبعلمية، الاحتلال الأمريكي عندما جاء للعراق جاء بمخطط مرسوم بأدق التفاصيل ورسمته مراكز الأبحاث. العراق كان مطارداً طيلة من الثمانينات، وكانوا يعني ينتهزون الفرصة للإيقاع به،
وعندما وقع وعندما تم الإيقاع به جاءت مخططات مراكز الأبحاث لكي تجعل العراق على ما هو عليه الآن. كل شيء في العراق وقع، ليس هناك خطأ أمريكي على الإطلاق، ليست معصومة من الخطأ، ولكن كله مقصود، كله مرتب، كله يعني مدبر عن طريق مراكز الأبحاث. الأمريكان عندما جاءوا يمكن الخطأ الوحيد الذي تفاجأوا به والذي أثار اندهاشهم هو قوة المقاومة العراقية التي انبعثت بطريقة لم يكونوا يتوقعونها. لذلك هذا طبعا من الأسباب، يعني هذا من الأسباب الموضوعية التي جعلت الأمريكان رغما فضلا عن أنهم مؤمنين بالدور الإيراني وتمكين إيران، لكن هذا ربما زادهم قناعة أنه معاقبة المقاومين ينبغي أن يتم، وبالتالي فتحت الأبواب منذ الأيام الأولى. يعني منذ الأيام الأولى شهدنا أنه الميليشيات فرق الموت، ويعني نيغرو بنتي ماذا فعل؟ ما هي الطريقة السلفادورية والمخطط؟ يعني كان هناك عمليات قتل وتدمير وبشاعة، وبالتالي هاي الميليشيات نشأت ونمت وترعرعت. الغرب والولايات المتحدة بالذات، قلنا قبل من هذا الكلام، الغرب عنده طريقة يعني لئيمة، الغرب يصنع الواقع ثم يحتكم إليه. الآن هو صنع إيران ويقول إحنا يعني ماذا نفعل. اليوم مثلا أنا قرأت تقرير هذا اللي يتكلم عن الأربع أذرع إيران في العراق. كاتب التقرير هو أحد دهاقنة الاحتلال، هو أحد الأقرب المقربين لديك تشيني، وبالتالي ماذا يقول؟ يقول نحن فعلنا في العراق ما نستطيع، كل ما نستطيع أن نفعل الآن أن نسحب قواتنا إلى الشمال وندع العراقيين لمصيرهم. يعني تخيل انت، يعني فعلوا كل هذه الافاعيل ثم سلموا العراق وفعلوا فيه ما فعلوا، مكنوا لايران، مكنوا لميليشياتها، وبالتالي الان يقولون والله نحن لا نستطيع فعل كثير. استخدام سيد فاروق، استخدام ايران لهذه الميليشيات على هذا النحو، عدم الانصياع لاوامر الحكومه كما اشرنا في السؤال السابق، يدفعني للسؤال عن علاقه الحكومه العراقيه بايران. يعني إذا أرادت أن تتكلم الحكومة العراقية أو تتفاهم مع هذه الميليشيات، فلتتفاهم مع رأس البلاء في العراق وليس مع هذه الأجسام التي تأخذ أوامرها من طهران مباشرة، أليس كذلك؟ يعني هو ما الفرق بين الحكومة وبين الميليشيات؟ هي الميليشيات امتداد إلى الحكومة والحكومة امتداد إلى الميليشيات. عادل عبد المهدي لا يختلف عن أي رئيس من رؤوس الميليشيات. يعني ماذا يختلف ولاء عادل عبد المهدي إلى إيران عن ولاء قيس الخزعلي؟ الاثنين ولاءهم إلى إيران محسوم، أو نور المالكي أو إبراهيم الجعفري. إذن الحكومة هي التي سهلت الميليشيات. أسلحة الميليشيات معظمها أخذت بما يسمى بالحشد الشعبي وما يسمى بالتقنين هذه الميليشيات، وأعطاها كثير من أسلحة الجيش العراقي. فإذا لا يوجد فرق، أنا باعتقادي لا يوجد فرق ما بين السلطة وما بين هذه الميليشيات، لأن ولاء معظم السياسيين الموجودين في السلطة حاليا هو محسوم إلى إيران قبل ما يكون محسوم إلى أي توجه آخر. دكتور فالح، يعني أنت تطرقت إلى التقرير الصادر عن مركز الدفاع عن الديمقراطيات الأمريكي، ويقول هذا التقرير أن أربع أذرع دموية لإيران تعبث بالعراق، ولكن هناك من يرى أن النفوذ الإيراني صح كان مخططا له كما ذكرتم قبل قليل، لكن ليس بهذه القوة المفرطة، هل هذا صحيح؟ هذا صحيح، صحيح إلى حد كبير. الولايات المتحدة ربما يعني ربما تقول تتفاجأ الآن من قوة وهيمنة النفوذ الإيراني، لأنه الأمريكان أرادوا أيضا من ضمن ما أرادوه في العراق إنشاء قاعدة عملاء من السنة والشيعة يخدموها ويعني ينفذون لها طلباتها، ولكنهم يعني لم يدركوا أن إيران أشبه بالاستعمار الاستيطاني. هي عندها حدود مع العراق طويلة، وعندها أذرع، وعندها ميليشيات، وعندها رجال، يعني هي لعبة خطرة جدا. فهم الأمريكان عندما مكنوا لإيران وتغافلوا، طبعا احنا نعلم سنوات أوباما مثلا التمكين لإيران ليس في العراق فقط، إنما العراق كان القاعدة والمنطلق. هناك تمكين لإيران سبق في لبنان، حزب الله سبق هذه العملية كلها، ثم جاءت سوريا مثلا مسألة واضحة جدا في التمكين لإيران، اليمن
فكل هذه الأشياء تدل على أنه الولايات المتحدة مع ذلك مصرة، لكن حجم النفوذ والتوغل الإيراني داخل العراق لا شك أنه ممكن يعيد الحسابات الأمريكية، ولكن نقول ممكن بعد فوات الأوان، يعني الأوان قد فات تقريبا على الأمريكان على استدراك الوضع. والآن مثل ما شفنا اليوم ممثل حركة النجباء من طهران يقول القواعد الأمريكية في مرمانة، الأمريكان ماذا يفعلون؟ القصف الجوي؟ هذا لا يكسب الأرض حسب المعركة بلا شك. سيد فاروق، يعني هذا يدفعني للسؤال التالي أيضا عن مستقبل الأمور في العراق في ظل عدم وجود لاعبين آخرين إنجاز التعبير بلغة السياسة والإعلام في هذه الساحة العراقية المهمة، فقط هناك لاعب إيراني قوي في غياب أي لاعبين آخرين، وهو يستفرد بالحالة العراقية ويفعل بمستقبل العراق ما يريد. يعني أصبح العراق مع الأسف ساحة خلفية إنجاز التعبير لإيران كي تقوم من خلاله بتنفيذ عملياتها وسياساتها ضد أمريكا والأطراف الأخرى. هذا للأسف غياب يعني الأنظمة العربية أو الغياب العربي عن انحسار التواجد العربي في العراق أضعف القوى السياسية الأخرى، ومكن من القوات من القوى التابعة إلى إيران أن تتصدر الموقف، وهذا كان بدعم أمريكي، يعني الدعم الأمريكي ودعم بعض الأنظمة العربية للقوى المتحالفة مع الولايات المتحدة الأمريكية والمحسوبة على إيران. يعني كل هذه الأحزاب وجدت نوع من الدعم في بداية الاحتلال، سواء من قبل الجامعة العربية أو من قبل الأنظمة العربية الأخرى. المقاومة العراقية لم تتلقى أي دعم من أي نظام عربي، ولذلك تركت المقاومة العربية المقاومة العراقية تذبح، ومكنت من الميليشيات الإيرانية، ولذلك غاب التواجد العربي عن العراق، وأصبح العراق ساحة فعلا مثل ما ذكر الدكتور فالح أنه الذراع الإيراني والقوي والمتمكن في داخل العراق. أشكرك دكتور أو سيد فاروق، كنت معنا من أثينا، شكرا جزيلا لك. دكتور فالح، أخيرا، ترى أن هذه العمليات أو هذه التصرفات التي تسوقها الميليشيات هل تؤثر على مؤسسات الدولة؟ هل الدولة متضايقة نوعا ما من تهميش دورها كدولة، وبالتالي يتصدر المشهد هم الميليشيات، أم أنها متوافقة ووافقت على ذلك؟ يعني نتمنى نرجو أن يكون هناك دولة. الدولة في العراق كما شهدناها كانت الدولة قبل 2003، معاول الهدم والتفكيك والتهديم مستمرة منذ 2003 حتى الآن. لكن الميليشيات الحشد بالذات يؤكد يوميا على أنه هو صاحب القرار. خذ مثال اليوم ما جرى، اعتقال هذا المدعو حجي هذا الذي يعني كان يعني ملء السمع والبصر وأخذ الهدايا وأخذ السيف العظيم، ها ثم فجأة يأخذوه، من أخذه؟ قالوا أمن الحشد. أين الدولة؟ هذا تأكيد تكريس أنه هم الدولة، هم الدولة وهم من يقوم بعملية الاعتقال. هذا عجب ما عجب اليوم يغير فالوضع كما ترى، يعني هم يفعلون ما يريدون. دلالة أخرى مثلا في الشبك، يعني الحكومة تريد ذلك دكتور؟ تريد أن يتصدر المشهد الأمني والسياسي الحشد؟ لا، هي لا توجد حكومة محترمة تقبل بهذا، ولكن إذا كانت مغلوبة على أمرها ماذا تفعل؟ لا تفعل شيء، إنما هي تتلقى الضربات. ويعني عمار الحكيم يقول حكومة عادل عبد المهدي أضعف حكومة منذ 2003، لك أن تعلم أن هذا هو الوضع، ليس بالإمكان أحسن مكان. الكاتب والباحث السياسي الدكتور فالح الخطاب، شكرا جزيلا لكم دكتور. شكرا. يا مرحبا.